الكرة فلوس، الكرة فلوس، والرياضة محتاجة دعم، والاحتراف أصله المادة. نادي بدون قدرات اقتصادية كبيرة هو نادي لا يملك فرص إحراز البطولات قولا واحدا، لأنه هي دي تكاليف وهي دي أعباء العملية الاحترافية، وهو ده ظرف الرياضة الحالي. مش من فراغ أبدا أنه ميزانية النادي الأهلي نمت إلى أرقام قياسية في تاريخ الرياضة المصرية والعربية، مش من فراغ أبدا أنه آخر ميزانية للنادي الأهلي تخطت حاجز المليار، مش من فراغ أنه النادي الأهلي أصبحت له كل هذه المداخيل يا باشمهندس. أستاذ إبراهيم، القيمة التسويقية للنادي الأهلي بتتكلم عن نفسها، الكل يهرع إليك، حتى دلوقتي بقت بتتكتب وش في ظهر الأهلي مع الأهلي، ودي يقول لك هو في حاجة كده في الدنيا، شركة تقول أنا مع النادي الأهلي، هي شايف إن ده المصلحة. إحنا في خناقة غريبة جدا، مفتعلة جدا كالعادة، كل خناقات النادي الأهلي هو مين أقدر، مين الأكثر فوزا، مين الأكبر شعبية، كلها حاجات محسومة، ولكن يقول الأكثر شعبية في منافس، وبعدين نتكلم إن كل الشركات بتروح للنادي الأهلي. بالمناسبة، اللقطات اللي حضراتكم بتشوفوها ده المؤتمر الأخير اللي عقد في النادي الأهلي لبنك سييب، أحد رعاة النادي الأهلي، وده اللي كان مع الكابتن محمود الخطيب مجلس إدارة بنك سييب برئاسة الأستاذ طارق الخولي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وقيادات البنك في الاحتفاء بهذه الشراكة المهمة جدا يا باشمهندس، شأن كل رعاة النادي الأهلي. طبعا بص، أنا قلت لك قبل كده الرعاية عملية زواج متكافئ. ايوه، الراعي بيروح للي يناسبه، والاهلي بياخد اللي يناسبه، من حيث الاثنين بينقوا بعض بناء على المكانه والقدره. ايوه، مش هتلاقي الاهلي هيحط حاجات مش متناسبه، اذا خد في مثلا النقل الرسمي هتلاقي اعلى حاجه، اذا خد يعني لازم يبقى في تكافؤ. فالنهارده بنك سييب اللي هو راعي كره المصريه لما فكر في نادي راح النادي الاهلي، راح النادي الأهلي، وكان هذا التقرير عن هذا المؤتمر المهم. فعلا احنا بنتكلم في بنك سييب من قلبنا، الشراكة دي ممتدة من 2015 زي ما الكابتن محمود الخطيب قال في المؤتمر، واحنا الحقيقة يعني حريصين على الاستمرار فيها كالبنك الرسمي الراعي للنادي الأهلي الحقيقة. وبكورة إنتاجنا هو إصدار بطاقات الائتمان التيتانيوم، وبطاقات البريبيت كارد دفع الخصم المباشر البلاتينيوم باسم النادي الأهلي، اللي مش هتبقى مطروحة لأعضاء النادي الأهلي ولا مشجعي النادي الأهلي بس، ولكن لكل عملاء بنك سييب الحقيقة. وده هيبقى قاعدة عريضة. احنا السؤال اللي اتسألناه ان ممكن يكون الاهلي فانز مشجعي الاهلي على الويب سايت اكتر من 60 مليون مشترك، فانا بقول انا بستهدف 70 80 مليون بطاقه، فطبعا دي مبالغه، بس ده حرص منا على ان احنا الحقيقه الشراكه مع النادي الاهلي قلعه الرياضه في مصر، نادي القرن، الانجازات والبطولات اللي النادي الاهلي حققها على مدار تاريخه. والحقيقه احنا الحمد لله من بدايه الرعايه للنادي الأهلي كان وشنا كويس كبنك على النادي الأهلي، واستمرار في الاستثمار الرياضي الحقيقة اللي اتقال في المؤتمر، احنا كبنك مستعدين للدخول في كل الاستثمارات الخاصة بالنادي الأهلي للإدارة الحكيمة الحقيقة، للمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والوعية اللي موجودة في النادي الأهلي. إن شاء الله لسه في حاجات كتيرة جاية. طبعا احنا بيشرفنا ان احنا يكون في شراكه وبين بنك من اكبر البنوك المصرفيه في السوق المصري، بنك سييب. احنا الحقيقه في حاجات كثيره ابتديناها من شهر، وكانت بدايه لتمويل مقابل تقسيط العضويات النادي الاهلي. التمويل ده مش مجرد ان احنا فلوس بناخدها وخلاص، لا، كان له غرض وكان له هدف، وكان الاساس بتاعه إنشاء صالات كاراتيه وجمباز وسكواش ومبنى اجتماعي بالشيخ زايد، جراج للأعضاء في مدينة نصر. فده يعني هدف إن إحنا حاجة زي دي بتعود بالنفع على النادي وعلى الرياضة المصرية وعلى جماهير وأعضاء النادي الأهلي، المردود بتاعها بيعود بالنفع على الكل.
وبتبقى حاجه مدروسه، مش مجرد ان احنا بناخد فلوس وخلاص، لا احنا بناخد فلوس راحه فين، بتعود ايه المردود بتاعها. الحاجه النهارده الثانيه وده تاني حاجه اللي هي بطاقه الائتمان، دي طبعا بيستفيد منها النادي والعضو والجمهور، اتسهلت الحصول على البطاقه للعضو او المشجع، مش سهل انه يحصل على البطاقه كده، اتسهلت بياخد مميزات ما كانتش موجوده في اي بطاقه تانيه. ولسه في ان شاء الله مشاريع كتيره جدا كاستثمار رياضي، انا بقول ان ده استثمار رياضي لان اي حاجه بيستغل فيها اسم النادي الاهلي بتعود بنفع على النادي وعلى الرياضه المصريه، يبقى ده اسم استثمار رياضي. طبعا الـ 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 دي نقطه البدايه اللي احنا يعني بنشتغل عليها. طبعا كان في تحضيرات كتيره ما بيننا وبين النادي، فدي نقطه البدايه. ابتدت باصدار الكروت اللي هي البلاتينيوم كارد والبري بايد اللي هو البطاقات مسبقه الدفع. احنا عندنا في البلاتفورم بتاع البنك في مجموعه كبيره من الخدمات الرقميه اللي احنا بنشتغل على تطويرها، ودي هيكون لها نصيب أكبر لأن احنا نقدر نتواصل مع كل ما هو له علاقة بالنادي الأهلي، سواء أعضاء النادي سواء مشجعي النادي الأهلي. فإحنا بندي كل المزايا اللي موجودة، بالإضافة طبعا بنحط بعض الإضافات اللي إحنا بنخصص بيها مشجعي النادي الأهلي وأعضاء النادي الأهلي في نفس الوقت. فالتوجه العام التوسع في الخدمات الرقمية، الإنترنت بانكينج، الوالت، الموبايل بانكينج، ودي منتجات موجودة أساسا وإحنا بنحاول نوصل بيها بشتى الطرق إلى أكبر شرائح لعملائنا. وطبعا إحنا بنستخدم بقى المعلومات واستخدامات الأعضاء إن إحنا نقدر نوصل ونقدر نطور هذه الخدمات علشان تعود بالنفع للعملاء، وطبعا وبتدي ولاء أكتر لمشجع النادي. تقرير بيوضح عدة نقاط مهمة جدا. إن البنك وهو بيختار النادي الأهلي عارف بيختار إيه. هو بيقول لك أنا عندي 70 مليون بطاقة، لما يكون النادي الأهلي في كل التقارير بتقول أكثر من 60 مليون مشجع يبقى السوق فاتح دراعاته تماما. وقال إن هناك المزيد من الشراكات قادمة على لسان الأستاذ خالد مرتجي، وبعدين خالد درندلي خالد درندلي خالد درندلي ما هو امين صندوق وزير ماليتنا المجلس او وزير ماليتنا، لكن واضح ان في لسه جاي حاجات كتير وتعاون مثمر بين تحب تعرف الكيانين الكبار.